كان الأمير سلمان في ذاك الزمن في الجزائر لافتتاح سفارة السعودية في الجزائر. تقدم السفراء العرب للسلام عليه والتهنئة، فتقدم سفير فلسطين يقول له سفير فلسطين أبو العز سفير فلسطين، قال له الأمير سلمان سفير فلسطين في الرياض، هذا هو نبض المملكة العربية السعودية الدائم، مواقف لا تعد ولا تحصى، احتضان أبناء فلسطين في هذا البلد الطيب الكريم بأهله الكرام، لم يشعر الفلسطيني أنه غريب أبدا. وأيضا في كل المناسبات أنت لا تشعر أن تميز ما بين الفلسطيني والسعودي حديثا وبالزي أيضا. هذه مواقف السعودية دائما نعتز بها، نفتخر بها، وأيضا كل الشكر والامتنان لتلك المواقف الخالدة والنبيلة للمملكة العربية السعودية.